طبعا نرمين هاي الأجواء الأمي الطيبة والمناظر الحلوة والطبيعة الخلابة والساحرة بحاجة لشو اليوم؟ بدها اكيد اللقمه القعده الحلوه واللقمه الطيبه، بدها غني رشا وبدها هيك مزاج حلو اليوم لحتى هيك تحلو القعده. النفس على الاكل، دائما بيقولوا الموسيقى هيك بتحرك المشاعر، فنحن بنروح لمشاعر الاكل اكثر. طبعا اليوم من كمان ضمن فقراتنا حيكون معنا صوت جبلي وصوت جميل بيحكي عن حاله وبيحكي عن الواقع السوري. وقت نقول الطرب والتراث السوري نحن عم نحكي عن قصص من الماضي اليوم عم نعيشها ضمن الاغنيه التراثيه. اليوم ضيفنا لليوم المطرب زياد هلال، بدي اقول لك يسعد لي صباحك. صباحكم اهلا وسهلا، صباح جميع المشاهدين عبر قناتكم الاخباريه السوريه. اهلا وسهلا فيك. يعني قبل ما نبلش حكينا هيك نبلش بتصبيحه للمشاهدين، شو رايك؟ تفضل. وردة ليكم، وردة لي، وردة للي غايب، يا حلوة غني وهلي لي برجوع الحبايب، برجوع الحبايب. فرشت لك أرض المطر ياسمين ومنثور وغار، فرشت لك أرض المطار ياسمين ومنثور وغار، زينت لك أرض الدار فرحوا فيك الحبايب، أنا زينت لك أرض الدار فرحوا فيك الحبايب، يا حلوة غني وهللي برجوع الحبايب، برجوع الحبايب. يسلم هالصوت. يعني اليوم عم نسمع موسيقى تراث هي عراقية، تراث عراقي يردلي. إذا رجعنا للموسيقى اليوم عم نسمع أيضا تراث عراقي. نعم. لا كلمات أخرى. صحيحة. ولما هيك رشا بكون ببلودان، يعني الأغاني اللي بتكون أو اللحن بيكون مميز. أول نعم. شيء حابين هيك نرجع نصبح عليك من جديد، وخلينا هيك نعم. نحكي اليوم البلودان إلى طابع مميز بالغناء أكيد. وبالموسيقى، خلينا نحكي أكثر عنه. هلأ بلودان إلى لون الخاص، نحن بنقول كلمة جبلي، هي مو المعنى الصوت الجبلي، بمعنى التراث الجبلي. شو هو التراث الجبلي اليوم؟ يعني التراث الجبلي يعني شيء بخص البيئة، ناس ربيت على شيء نمط معين. أحيانا مو ضروري يكون صوت الفنان مثلا انه يعطي جبلي ليدل على انه غنية جبلية. ممكن التراث مثل ما حكينا، البيئة، شيء ذكريات، كله يعني بيعطي صفة الأغنية الجبلية. اليوم يمكن من خلال تجربتك ضمن بلودان والمناطق السياحية نعم. تشعر يمكن الناس بتحب تسمع الأغاني القديمة نعم. نسمع أغاني زمن الجميل أكيد. كونه نحن اليوم بعالم جميل فمفروض نعم. يكون في ترابط بين العالم والأذن. شو عم تسمع أكيد. سيد هيك زياد، اليوم شو أهم الأغاني اللي عم تشتغلوا عليها ضمن الوقت الحالي؟ هلا أنا لوني الحقيقة هو الطرب القديم، هذا لوني المفضل، وبينطلب منا احيانا يعني بمجال العمل انه نأدي اغاني ثانيه بس بالخامي اللي انا بملكها. ما بحب اني اقلد. في عالم تسمعني بتقول مثلا صوتك بيشبه كذا، صوتك بيشبه عبد الحليم، عبد الوهاب. يعني بغني لعبد الوهاب بقولوا يعني ها يلا. طب عبد الوهاب اليوم ما فينا نمرق الاسم هيك يعني، اكيد رح نسمع شيء له. كان ليه لما شفت عيني، كل ده كان ليه، ليه لما شفت عيني، حني قلبي إليه وانشغلت عليه، وانشغلت علي، حني قلبي إليك
وانشغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كان ليه كان ليه ليه بيشبهون نسمة في ليالي الصيف فتني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طير قال لي كام كلمة يشبهون نسمة في ليالي الصيف فتني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طير غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه احترت اشوفه فين وان شفته هقوله ايه هقوله ايه كل ده كان ليه ليه لما شفت عينيه حني قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كان ليه كان ليه ليه ليه, ليه هالصوت سيد زياد خلينا هيك نحكي عن حضرتك وموهبتك من ايمت منغني ومنعزف على العود طبعا هي موهبه من الطفوله موجوده تلمزنا على ايد حدا يعني هلا اسرتنا اسره فنيه بشكل عام يعني بيتنا حياه الوالد كان يعني شاعر فينا نقول وصوت مميز واخي الاكبر مني كمان يعني كمان دارس كان له فضل علي بالتمريني على الاله هاي اله العود والموهبه طبعا انتقلت حسب الواحد ما يدرب نفسه يمر نفسه شو يسمع شو بيحب بيأدي حبيت هيك تسقلها بمعاهد بنوتات او كان التدريب سمعي يعني اليوم كثير مهم الفنان نعم. وقت اللي يغني يعزف هو اكثر حدا بيشعر شو عم يحس شو عم يشعر كلمته لوينه حتصل يعني اذا رافقه عزف حلو يعني اكيد هي رغبه يعني التعليم رغبه وكان اهتمامي اكثر سمع يعني بحب غني انا ما بحب اتقيد بنوطه معينه سماعي اخي الاكبر مني مثل ما حكيت قبل شوي انه بيدرس كان عند الاستاذ ميشيل عوض اخذني ليدرسني يعني ما تحملت حالي يوم لا يعني حبيت اني انا بس بشكل عام شو اسمع غني ما اتقيد بنوطه معينه في شيء بداخلي حابب اظهره مثلا بالغناء اما النوطه بتلزمك مثلا 1 2 3 بموضوع الغناء يعني حضرتك بتقدم الفن الملتزم والنغمه الجميله والفن الراقي اذا بدنا نقول بنشوف هلا صار في حداثه صار في اغاني جديده اليوم كيف رايك اليوم الفنان السوري او الاغنيه السوريه كيف بتشوفها اليوم قادره تلتزم او تحافظ على حالها بالشيء اللي عم تقدمه كانت من حيث الكلمه واللحن الاغنيه السوريه بشكل عام جميله والعصر ما نحن بيختلف تماما عن العصر السابق مثلا أكيد او العصر الحالي فنحن كل الادواق بنحترم الادواق نحن وبنحترم كل فنانينا طبعا وحسب السوق الواحد بيقولوا بس يعني ماله قديم ماله جديد اكيد اكيد بس ما فينا ننسى القديم يعني القديم له طابع ثاني
فنحن مرينا بمراحل يمكن على زمننا أغنية جديدة ما بتناسب اللي أكبر منا سن، قولوا شو الأغاني هاي، بس لسنا نحن حبيناها، كبرنا هلا لحقنا القديم، فهلا ما فينا نحاسب أولادنا أو الشباب اللي طالعين على اللون اللي طالع هلا بحبوه ونسمع عليه ونحترمه يعني كشاعر وكأصوات. كل زمان له وقته وكل جيل له زمانه مثل ما بيقولوا. أغنية السورية بشكل عام ملتزمة ملتزمة وجميلة بشكل عام. هلا كونه نحن مثل ما قلت نرمين سميعة، فهيك حابين نسمع شيء ثاني من صوتك. يعني في شيء معين انتم حابين تسمعوه فينا نقول؟ خلينا هيك على مستوى عبد الوهاب وهدول العمالقة يعني وديع، أي شيء أو انت شي جبلي، أي شيء جبلي مثلا. وديع الصافي الله يرحمه. عالبال يا عصفورة النهرين، يا ملوني يا مكحل العينين، عالبال صار لي عالمفرق تلات ايام، ما كنت استهدي عبيتك وين، يا عصفورة النهرين. صلي تلات ايام ما كنت اعرف نام، صلي تلات ايام ما كنت اعرف نام، حفرة خيالي الشمس عالمفرق ورف الاحساسين، الاجات فرق وما كنت استهدي عبيتك وين، لبحار الفوقات ولبحار التحت تخمين بيتك صار ريف العين، عصفورة النهرين. يسلم هالصوت. أكيد هذا الصوت وهذا النوع من الأغاني بده هيك طبيعة وهيك أجواء حلوة. سامحوني اليوم شوي صوت. كثير مبسوطين اليوم بحضورك معنا وبتشريفك أكيد لتكون ضمن صباحنا لليوم. هيك كلمة من حضرتك أخيرة هيك اليوم، شو أمنياتك وشو بتحب تقلنا بنهاية فقرتك لليوم؟ يعني نهاية أي مطرب أو عنده مشروع مطرب يحقق اللي بباله يقدمه إن شاء الله. وبدنا نشكر حضرتكم وقناتكم الكريمه قناه الاخباريه السوريه، ونشكر المشاهدين. وصلنا بوجودك معنا اليوم ان شاء الله بنشوفك محقق حلمك، صوتك حلو وعندك موهبه بحاجه بس لشويه دعم. اكيد اكيد نحن بنشكركم. بنشكرك اليوم لوجودك معنا، حليت صباحنا واضفت لنا كثير، شكرا كثير لوجودك معنا. نشوفكم بخير. يا هلا.